السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم كريم محمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هو تشغيل الباور سبلاي، وهي في وضع الإيقاف، يعني في وضع ستوند باي. أحد الأصدقاء المشاركين عندي في القناة طلب مني أن أشرح هذا الموضوع. نأخذ الباور سبلاي، نأخذ مكان يعني السوكيت الذي يربط الكنترول بالباور سبلاي. سوف نبحث عن عبارة، سوف أقوم بالتقريب لكي أريكم. لو لاحظتم سوف تجدون بأن مكتوب بي أون، هي بي أون، وهي اختصار لكلمة باور أون. هي واضحة كما ترون، وهي في الأرجل يعني الأولى، ها هي. فكل وحدة تغذية واختلافاتها، قد تجدون هذا الباور اون، تجدونها في الأرجل الثانية أو الثالثة إلى آخره. المهم تبحثون على هذه العبارة بي اون، أو مكتوب بي اس اون تكون في بعض وحدات التغذية، أو مكتوب اون اوف. نأخذ هذا ذلك البين المسؤول عن إشعال الباور، يعني وحدة التغذية. سوف نقوم بإدخال لها 3 فولت أو 5 فولت، أقصى حد هو 5 فولت. نقوم بربط الباور سبلاي بالكهرباء، فالأمر جد سهل. نبحث عن 5 فولت، كما ترون ها هي 5 فولت، ها هي. سوف نقوم بتوصيلها مع بين الباور اون، وهو جاء في كما قلت في البين الأول، هذا هو كما ترون 5 فولت. نقوم بتوصيلها مع بي اون، وإن كانت موجودة 3 فولت فهي تشتغل أيضا، حتى 1 فولت يشتغل أصدقائي. نقوم بنزع التيار الكهربائي، نضعه هنا، نوصله مع 5 فولت. نقوم بربط الآن الكهرباء، سوف أقوم بالقياس. كما ترون ها هي الآن لقد اشتغلت الباور سوبلاي، فهي الآن 24 فولت، هي التي تغذي الانفرتر. فهذه باور سوبلاي لتلفاز 32 بوصة LCD كما ترون. الآن الفولتيات سوف تجدونها يعني جميعها يعني خارجة كما ترون. وإذا يعني فصلنا هذا السلك عن يعني فصلنا هذا البين ديال باور اون عن 5 فولت، سوف ترون بأن انظروا لا توجد فولتية، انظروا يعني تسقط. وإذا قمنا بتركيب توصيلها مرة أخرى، ها هي الآن، انظروا هذه هي الطريقة أصدقائي لكي يعني تشغل الباور سبلاي يعني خارج الجهاز، يعني إن أردتم يعني تشغيل شيء ما بها، أو أن أردتم يعني تركيبها في تلفاز آخر أو إلى آخره. المهم عليكم أن تعرفوا بأن هذه النقطة مكتوب باور بي أون أو بي إس أون أو أون أوف، فهي المسؤولة عن تشغيل الباور سبلاي. وللإشارة هناك يعني بعد
بعد وحدات التغذية الباور سبلاي، فهي تكون يعني عكس مثلا هذه، قمنا بإدخال يعني الفولتية إلى البين المسؤول عن إشعال الباور سبلاي، فيوجد هناك وحدة تغذية يعني العكس، يعني بدل أن نوصلها يعني بفولتية علينا أن نحذف الفولتية، علينا بأنه أن نوصل ذلك البين المسؤول عن الإيقاف والاشتعال أن نوصله مع الأرضي. سوف أشرح لكم مثلا هذا الباور سبلاي، هذه أيضا هي لتلفاز LCD من نوع فيليبس، سوف نبحث عن تلك العبارة. ها هي أصدقائي، سوف لو ركزتم سوف ترون بالمكتوب PS ON، وهي اختصار لكلمة Power Supply On. ها هي PS ON، وجاءت في الأرجل الثانية. انظروا، الآن سوف أقوم بربط التلفاز بالكهرباء، الباور سبلاي بالكهرباء، وأشرح لكم. بسم الله، الآن لقد وصلته بالكهرباء، سوف نقوم بالقياس على تلك النقطة، سوف أوضح لكم هذا الأمر فهو مهم. انظروا الرجل الثانية يعني المسؤولة عن تشغيل الباور سبلاي، انظروا موجود فيها 3 فولت، فهذه 3 فولت علينا أن يعني أن نحذفها من نوصلها مع الأرضي، فكما قلت يوجد بعض وحدة التغذية يعني معاكسة لبعضها، فالأولى التي قمت بالشرح عليها عليكم بإدخال 3 فولت إليها أو 5 فولت، أما هذه فهي أصلا موجودة 3 فولت علينا أن نحذفها، فبالتالي علينا أن نوصلها مع الأرضي لكي تفتح لنا الباور سبلاي. مثلا الأرضي هنا يعني بجوارها، سوف أقوم بتوصيلها مع الأرضي، سوف أقوم بالتقريب لكي تفهموا. ها هي PS ON، وفي بجانبها يعني هذا البين هو للأرضي، فكما ترون هنا مكتوب GND يعني اختصار لكلمة جراوند، وهي تعني الأرضي. سوف أقوم بتوصيلها مع الرجل الثانية هكذا. انظروا، لو لاحظتم سوف تجدون بأن الرولي لقد تكلم، بمعنى أن الباور سبلاي لقد فتحت. اسمعوا عندما أقوم بإزالة، انظروا تنطفئ، انظروا تشتعل، ها هي تنطفئ. الآن سوف أقوم بتوصيلها باللحام وأقوم بقياس الفولتيات. الآن كما قلت هي PS ON، سوف أقوم بتوصيلها مع الأرضي. هكذا قد وصلته الآن مع الأرضي، وكما ترون ها هي الرجل الثانية لقد وصلتها مع الأرضي. الآن سوف أقوم بتركيب الباور سبلاي في الكهرباء. لو سمعتم طقطقت الرولي لقد تكلم، بمعنى أن الوحدة الباور سبلاي لقد اشتغلت. الآن سوف أقوم بقياس الفولتية. كما ترون ها هي الآن 24 فولت، ها هي لقد فتحت وحدة التغذية لقد اشتغلت. انظروا هنا 12 فولت، يعني جميع الفولتيات تشتغل. وإذا قمت بحذف يعني
هاد البين الذي قمت بتوصيله عن الأرض سوف يعني لن تشتغل الفولتيات. فهذه النقطة يعني كمفتاح الباور سبلاي هي التي تقوم بإيقافها وتشغيلها وتأخذ تلك الإشارة من الكنترول. لقد الآن قمت بإفراغ يعني كما ترون لقد قمت ب يعني عدم توصيلها. سوف الآن أقوم بتشغيل الباور سبلاي تركيبها بالكهرباء ونقوم بالقياس. لو سمعتم يعني لم يعني تسمع تلك الطقطقة الرولي. كما ترون الآن الفولتيات هي لقد ذهبت. هنا موجود 3 فولت هنا في البين المسؤول عن إيقاف وتشغيل وحدة التغذية. سوف أقوم يعني بعمل شورت يعني مع الأرضي. انظروا يتكلم الرولي. انظروا هذا يعني هذا هو الطريقة الصحيحة يعني لمعرفة يعني لتشغيل الباور سبلاي وهي في وضع ستاند باي. وكما قلت يوجد هناك يعني اختلافات في وحدات التغذية وأيضا يعني كما رأيتم في الأول يعني هذه الوحدة التغذية أقوم بتوصيل يعني 5 فولت أو 3 فولت إلى البين المسؤول عن إيقاف الاشتغال وتشتعل وحدة التغذية. وفي هذه الوحدة التغذية فهي العكس يعني ذلك البين يعني علينا توصيله مع الأرضي. نقوم بقياسه يعني نجد فيه فولتية نقوم بتوصيله مع الأرضي هكذا. انظروا يعني وتشتغل وحدة التغذية. أصدقائي هذا كل ما كان لدي في فيديو اليوم. وهذا الفيديو يعني تحت الطلب لقد طلب مني صديق مشترك أن أشرح هذا الأمر وها أنا لقد شرحته. وإلى اللقاء في فيديو آخر وموضوع آخر. مع السلامة أصدقائي.